مشتقات نفطية فاسدة، تهمة تلاحق شركات إماراتية، حيث أفادت وثائق نقابية بوصول شحنة فاسدة من الديزل إلى ميناء الحديدة على متن ناقلة هندية. كشفت الوثائق التي حصل عليها موقع العربي الجديد عن وصول الشحنة وقود فاسدة إلى ميناء الحديدة في يناير الماضي. وفق الوثائق، فإن لجنة تحقيق فنية فحصت الأدلة واطلعت على الأولويات وعاينت السجلات، وأكدت أن الشحنة حصلت على شهادات فحص في الإمارات قبل أن يتم ضخها من دولة البحرين. تتهم الوثائق شركة إتلاتيك المحلية التابعة لميليشيا الحوثي بتمرير مادة الديزل الرديئة وتوزيعها إلى السوق ومصنع إسمنت عمران للاستخدام كمادة وقود لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية. تأتي فضيحة الشحنة الإماراتية الفاسدة في ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بالتزامن مع قيام قيادة تحالف دعم الشرعية بمنع استيراد عدد من الأصناف التجارية عبر ميناء عدن الواقع تحت سيطرة الإمارات. وأكدت مصادر في ميناء عدن صدور تعميم من التحالف بمنع استيراد السيارات وقطع غيارها ومنظومة الطاقة الشمسية. شحنة الوقود الفاسدة التي تقف وراءها شركات تجارية إماراتية ومنع استيراد أصناف تجارية عبر ميناء عدن يضع علامات استفهام حول الدور الرقابي الذي يقوم به التحالف العربي على مواني اليمن.